الكالسيوم يعني بشغلات كثير مفيد، يعني زي البيض بفيد الجسم بقوي العظام، زي الحليب برضو كذلك. يعني بتهيالي انه شغلة العظام يعني مهم جدا للعظام للاظافر، هيك انا هي معلوماتي الشخصيه اللي بعرفها تقريبا، بس هو اهم شيء للعظام. شو الكالسيوم للجسم؟ بقوي العظام. الكالسيوم بقوي العظام، والله هذا المعلومه اللي عندي. والله الخرافة بتقول إنه أهمية الكالسيوم بتقتصر على تقوية العظام والأسنان، بس المعلومة الصحيحة هي إنه الكالسيوم له دور في تخثر الدم، انقباض العضلات، وتوصيل السيالات العصبية في الجسم.